Spur. BBC Extra في أسبوع. أهلا بكم إلى BBC إكسترا في أسبوع. أشخاص مقربون منا يفضلون إخفاء أوضاعهم الصحية باعتبارها من الخصوصيات. خلي الإعلامي إلي وحدي، ما أريدهم يشاركوني بإعلامي لأنه ما رح يقدرون يساعدوني بمرضي. وردود الأفعال لا تتوقف منذ الإعلان عن اختراع دواء قد يقضي على الصلع نهائيا. أنا شخصيا لم أجرب من قبل أي علاج من هذا النوع رغم حاجتي كما ترى، ولكن من يدري في المستقبل. وفي حلقة اليوم أيضا. It's Mega Millions. Tonight's Mega Millions jackpot is a world record 640 million. نعم، 640 مليون دولار تنتظر فائزا أو أكثر في أكبر يا نصيب في تاريخ الولايات المتحدة. أنتم في هذه الحلقة مع رضا الماوي. أهلا بكم مستمعينا، ونرحب بكم في حلقة جديدة من إكسترا في أسبوع، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة الفنان والموسيقي السوري لؤي الحناوي. أهلا بك في بي بي سي إكسترا في أسبوع أستاذ لؤي. أهلا وشكرا للدعوة. أنت تقيم في بريطانيا منذ حوالي 10 سنوات، وأصبحت خلالها من الموسيقيين العرب المعروفين هنا في بريطانيا لأسباب كثيرة، وأيضا بحكم تعاونك مع عازفين غربيين كلاسيكيين وعصريين. يعني نود أن نعرف، يعني لماذا لم تكتفي بعزف الموسيقى العربية التقليدية وحرصت على مزجها بألوان غربية أيضا؟ من خلال دراستي بالمعهد العالي للموسيقى، أنا خريج المعهد العالي للموسيقى بدمشق عام 2002. بالمعهد العالي بدمشق الدراسة بتكون متنوعة بين الموسيقى الشرقية، وأيضا ندرس الموسيقى العالمية، فمندرس الموسيقى الكلاسيكية تاريخها وتاريخ الموسيقى وعلم الهارموني، ويعني بشكل عام الدراسة بتكون غربية، فكان مدخل لأني أتعرف على الموسيقى الغربية بالمعهد العالي للموسيقى. وانتقالي لأوروبا كانت البداية من هولندا، ولقائي مع موسيقيين من ثقافات مختلفة برضو قرب المشهد، وصار إمكانية التعاون أقرب، فوجود الأشخاص ووجودي مكانيا قرب الموضوع أكثر. طيب، يعني لا يمكن أن نتحدث عن الموسيقى دون أن نستمع إليها. سوف نواصل حديثنا بعد الاستماع إلى قطعة من تأليفك أنت وعنوانها مزاج صوفي، وهي من عزف مجموعة الفارابي التي تقودها وتشترك معك في عزفها أوركسترا أمفيب السيمفونية هنا في بريطانيا. لنستمع. طبعا كان هذا يعني جزءا صغيرا من مزاج صوفي، واستمعنا إلى عزفك أستاذ لؤي على آلة الناي، ولاحظنا أن تكون يعني هناك نوع من الحوار بين آلة الناي التي تأخذ دور البطولة أحيانا، وفي أحيان أخرى نسمع الآلات الوترية السيمفونية. يعني كيف يتم كتابة أو كيف تتم كتابة وصياغة هذه الموسيقى بهذه الطريقة؟ يعني هذا النمط من تأليف هون كان في تخت شرقي بهذا العمل تحديدا، تخت شرقي عبارة عن آلات العربية، العود والناي والبزق والكمان، آلات الإيقاع، ومزج مع فرقة سيمفونية. الكتابة بتكون منتقات هون كيف بده ينكتب لكل آلي تحديدا. استخدمت بمنتصف القطعة
بعض من الجاز كومبوزيشن يعني، ولكن هي مبنية على تأليف الهارموني للحن، فأنا فكرت فيها كعمل متكامل. هو يعتمد على تمازج الآلات المختلفة وردها على بعضها البعض. طبعاً يعني الأمر يبدو سهلاً جداً، ولكن أنا متأكد بأنه كتابة يعني يتطلب ذلك مجهوداً كبيراً. سوف نعود إلى يعني التجارب الموسيقية التي قمت بها والمزج بين الألوان الموسيقية المختلفة، ولكن الآن ننتقل إلى أحد الموضوعات التي استمعنا إليها هذا الأسبوع والتي لاقت الكثير من الاستحسان وأيضاً التعليقات المتباينة. قام الرئيس السابق لدولة غانا الأفريقية مؤخرا بالإعلان عن خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري، وأثارت تصريحاته هذه دهشة الغانيين بسبب ندرة مثل هذه الإعلانات من قبل المسؤولين الكبار. ويعيد الخبر إلى أذهاننا حقيقة أن رؤساء الدول العربية والزعماء هناك نادرا ما يعترفون بإصابتهم بالمرض. الرؤساء على فكرة طبعا كما تعلم ليسوا لوحدهم، يعني فهناك الكثير من الناس يبذلون جهدا لإخفاء أمراضهم في بعض الأحيان، ويفعلون ذلك حتى إن لم يكن المرض خطيرا. البعض يفضل أيضا إخفاء حتى القلق حول بعض الأعراض التي يبحثون عن تفسير لها. هل هي في طبيعة الإنسان أن يفضل أن لا يظهر بمظهر الضعف أمام الآخرين؟ المزيد في تقرير هلا صالح. نختمها وأقول اللهم فشهد فقد بلغنا أو فقد بلغت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطاب بنبرة الوداع للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، والذي ألقاه قبل وفاته بقليل، ومن المؤكد أنه كان يعرف وقتها بأنه مصاب بمرض نادر في الدم ولكنه لم يعلن عن ذلك. كما أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لم يعلن عن أنه تعرض إلى سكتتين قلبيتين قبل وفاته. وفي الحقيقة معظم السياسيين حول العالم لا يكشفون عن سجلاتهم الطبية إلا إذا فرض ذلك عليهم فرضا من قبل الرأي العام، وفي ذلك لا يختلفون كثيرا عن الناس العاديين. فالكثير منا يتفادى أن يبوح بأمراضه بدعوى أن المرض من الخصوصيات. هو رأيي أنا بالنسبة لي شخصيا، أنا عندي بعض، وأنا مرة كبيرة طبعا عمري 80 سنة مش قليل، بس بعدني لسه قوية والحمد لله. يعني مرات بيوجعني ظهري، توجعني إيدي، توجعني رجلي. أنا ما أريد أزعج المقابل، الصديقة أو الصديق، أقول له أنا يوجعني كذا ويأخذ من الوقت فد ربع نص ساعة. لا، خلي آلامي إلي وحدي، ما أريدهم يشاركوني بآلامي لأنه ما رح يقدرون يساعدوني بمرضي. ما تقوله السيدة ليلى من أنها أخفت تفاصيل أعراضها من أقرب الناس إليها ربما أدى إلى تأخرها أيضا عن استشارة طبيب، لأنها استمرت في الكتمان حتى وقع ما كانت تخشى. هذا صحيح، حتى ما قلت إلى أن وقعت مرة واحدة. يعني الأشياء المهمة جدا هو قلبي، بس ما أريد أزعجهم بالليل. ويعني بالأخير جابوا الإسعاف وأخذوني، يعني كلش صرت، ما أريد أزعج، يعني هذا قولي. إذن قد يخيل إلينا أننا نحافظ على صورتنا أمام الناس وعلى علاقتنا بهم، بينما ما نفعله في الحقيقة هو الإضرار بسلامتنا. ويظل هذا الاعتبار، أي رد فعل محيطنا على مرضنا، هو الأهم حتى في مرحلة ما بعد تشخيص المرض، خاصة إذا كان من ضمن الأمراض التي نعتقد أن المجتمع لا يتقبلها، كما في حال سارة، وقد غيرنا في صوتها بناء على طلبها. من فترة طويلة اتعرضت كده أنا اكتشفت أن أنا عندي ورم في الرحم، واضطريت أعمل عملية وأشيله، والحمد لله كان حميد يعني كده. بس ده أثر عليا يعني إنه أنا مثلا ما أقدرش أنجب أطفال أو حاجة زي كده. كان دي بالنسبة لي حاجة تشكل صدمة في بداية معرفتي بالموضوع، إن أنا غير متقبلة الموضوع. حسيت إن especially في الوطن العربي وكده، إنه يتعرف إن واحدة حتى لو اتجوزت هي مش هتبقى عندها أولاد أو كده، يعني حسيتها إنه شيء كبير، يعني مش مقتنع أنا بيه، وصعب إن أنا أقول لحد حاجة زي دي. بحسها حتى لغاية دلوقتي هي حاجز بيني وبين أي حد، إن أنا أقدر أقوله ببساطة إن أنا
يعني عندي حاجة معينة. الدكتور محمد الحباشنة استشاري الطب النفسي في الأردن يرى أن التكتم حول أمور صحية مضر. سألته لماذا يتكتم الناس عن أمراضهم وحتى عن أعراضهم؟ غالبا ما يتكتم الناس على هذه الأمراض لأنه يتوقع أنه إذا عرف الآخر عن هذا الموضوع ربما يقلل مثلا من فرصه في العمل، ربما يقلل من فرصه في الزواج، ربما يعتبر هذا المرض من قبل الناس وراثي، وهو يخشى أن تكون سمعة على العائلة فيما يتعلق في هذا الشأن، خصوصا أنه إمكانيات التأويل للأعراض واردة. طيب دكتور، ألا تعتقد أننا أحيانا نظلم يعني الثقافة العربية، وأن هذا شيء موجود في كثير من الناس حول العالم، يعني أنه من الصعب البوح ببعض المعلومات الحساسة حول صحتهم؟ وما هو لا يوجد مش موضوع ظلم، هناك في إحصاء فيما يتعلق مش في هذا الأمر، يعني يتعلق في شيء مشابه وقريب جدا، وهو أن الأشخاص غالبا ما يميلون إلى الجسدنة، يعني إلى الأعراض الجسدية عندما يكون عندهم عرض نفسي. هذا يدلل أنه الشخص العربي ما زال غير قادر على التعبير عن نفسه بشكل يظهر وهنه أو ضعفه، فالقياس هو قياس إحصائي، فبالتالي الإصلاح والبوح عن مكنونات الذات هي أوضح في الثقافة الغربية، باعتبار أنه ما يعني نحن في حالة نكوص، يعني ما يعني يجب أن نعترف بذلك. ولكن معظم ثقافات العالم تفضل القوة على الضعف والكمال على النقص والصحة على المرض، مما يجعل الإصابة بالمرض تجربة شائكة. هل نفصح عن حالتنا الصحية أم لا؟ هذا هو التساؤل الذي طرحته هلا صالح في هذه الفقرة. الكثير من ردود الأفعال وصلتنا، كما قلت إبراهيم مثلا من المغرب يقول أنا لا أخبر عائلتي عندما تحل بي وعكة صحية لأنهم يرونني دائما في صورة القوة ولا أتصور شفقتهم علي. هناك أيضا من يقولون إن الاعتراف بمرض ما أو بحالة صحية متردية قد يستغله البعض لا سيما في مكان العمل. لؤي، نفصح أم لا نفصح؟ والله حسب موقعك، يعني بالنسبة للرؤساء والأشخاص اللي بأعلى هرم السلطة يعني لهم حساباتهم الخاصة تتعلق بالرأي العام، وأنه تتعلق بمناحي الحياة الاقتصادية. مثلا بتذكر بال2010 الصحفي اللي أعلن عن مرض حسني مبارك اللي أدخل السجن وانهارت البورصة. حتى بتذكر بالثمانينات حافظ الأسد يعني ما حدا عرف عن مرضه إلا وقت الاحتفال بشفائه آنذاك بإطلاق الرصاص بالشوارع. يعني هذا الموضوع حتى عالميا، يعني الرئيس 22 لأمريكا كليفلاند برضو كان يخفي مرض ممكن، يعني بالنسبة للرؤساء يعني إلون خصوصية على السلطة، بس ليسوا يعني ملك أنفسهم، يعني هم يعني أمامهم مسؤولية أمام شعبهم بشكل كامل. تماماً، يعني هناك مسألة الرأي العام يعني. طب ماذا عن الأشخاص العاديين؟ ماذا عن الفنانين؟ لأن نتحدث عن الفنانين بشكل عام. والله هو متراوح يعني حسب الشخص نفسه. يعني المحافظة على الصورة القوية للشخص دائماً. ولكن ربما على العكس هذا يعني يكسب عطف بعض المحبين لهذا الفنان، مثل ما كان الوضع مع عبد الحليم حافظ مثلا. يعني ممكن، يعني إذا كان الوضع مجدي، يعني إذا كان الوضع ذو فائدة أنه يعني يتبادل الموضوع المرض بين الزوجين أو الزوجين والأولاد، ممكن إذا كان الموضوع مجدي. بس أنا برأيي يعني توجه الشكوى مباشرة للطبيب. يعني طبعا يعني إن كنت تبحث عن علاج لابد أن تتحدث إلى الطبيب. طيب، نطلب منكم مستمعين أن تعلقوا على ما استمعنا إليه من آراء، وأيضا لو كانت لكم أي أسئلة تودون توجيهها إلى ضيفنا لؤي الحناوي، ابعثوا بها على صفحتنا على فيسبوك أو اتصلوا بنا مباشرة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على بي بي سي مسافة اكس تي ار اي او على تويتر بي بي سي اكس تي ار اي كلمة واحدة. شاركونا الحوار او ابدأوه انتم على فيسبوك او تويتر. وككل أسبوع نستمع إلى مجموعة من المقاطع الصوتية التي اخترناها لكم من الأخبار، ونبدأ من الولايات المتحدة. It's Mega Millions. Hello America, I'm John Crow. It's Friday, March 30th, and tonight's Mega Millions jackpot is a world record $640 million. To win that jackpot, you must have these 5 white balls plus that gold mega ball. Now, let's see if we can make you a part of lottery history. نعم، الموضوع الذي يثير الكثير من الحديث في وسائل الإعلام وبين الناس أيضا هو تذكرة اليانصيب، الرقم القياسي في هذه المسابقات، والذي تبلغ قيمة الجائزة الأولى 640 مليون دولار، وسوف يعلن اسم الفائز خلال ساعة لؤي. يعني الكثيرون يتابعون أخبار اليورو ميليونز واللوتري هنا في بريطانيا، وتمنون يعني أن يربحوا هذا المبلغ ويرسمون خططا ومشاريع. هل فكرت في ذلك في يوم ما؟ فكرت أنه ألعب اللوتري أو فكرت بربح؟ لا، ماذا ستفعل بالأموال الذي ستجنيها؟ والله سأصرفها بما هو مناسب، يعني بوعدك. إجابة دبلوماسية جدا. نعم، سأساعد كل المشروعات الموسيقية والفنية وكل الأشخاص الذين لديهم مشاريع، يعني مبلغ خرافي. يعني طب هل ترى أن في ذلك يعني عدلا من أن يأخذ الشخص كل هذا المبلغ وهي في الحقيقة مساهمة الملايين من المشاركين الآخرين؟ يعني هو جيم، هي لعبة، فإذا أنت وافقت على شروط اللعبة يجب أن تقبل أنه شخص واحد هو الرابح. طبعا يعني حسب الشخص اللي بيمتلك هاي القوة الهائلة فجأة، وين بتروح القوة، فعائدي للشخص نفسه وعائدي لكيف يتعامل مع هاي القوة الشرائية. بالنسبة لي أنا أعتبرها يعني كجمعية يعني يشارك فيها الملايين، ويعني يحصل عليها شخص واحد دون أن يدفع لمن ساهموا معه. يعني لربما تكون الشخص التالي، يعني من يدري. أنا على أي حال يعني ألعب اللوتري، ويعني الكثيرون سوف يستفيدون من ذلك. تذكرني. الفقرة الثانية تتعلق بموسيقى الريغي، فقد انتهى العمل على فيلم جديد حول حياة مغني موسيقى الريغي بوب مارلي، وعنوان الفيلم ببساطة هو مارلي، ويروي قصة حياته بواسطة لقاءات مع من كان مقربا إليه، سواء كان من الأصدقاء أو الزملاء أو الأقارب. لنستمع إلى المخرج البريطاني للفيلم كيفن ماكدونالد يتحدث عن الإضافة التي سيقدمها هذا الفيلم من وجهة نظره. Things about his upbringing in. مثلا الفيلم يكشف تفاصيل جديدة عن تربيته في قرية ناين مايل الصغيرة التي تقع في أعالي الجبال في جامايكا، والفيلم يكشف إلى أي مدى كان بوب متأثرا بكونه مزدوج العرق، فكان والده من البيض ووالدته سوداء، وكان يشعر بأنه مرفوض من الكل حتى عائلته. كل عشاق الموسيقى في مرحلة ما من حياتهم توقفوا عند محطة بوب مارلي، وقد تطول هذه الفترة أو تقصر. يعني هل توقفت عند هذه المحطة في مرحلة ما في حياتك؟ والله لم أتوقف عند بوب مارلي تحديدا، لا. يعني اسم بوب مارلي يعني أشهر من أنه نتحدث عنه الآن، ولكن كل هاي الهيبي موفمنت لم تكن يعني تغريني، واسمه مرتبط مع يعني بالكثير من الانفتاح والحرية عند الكثير من بأذهان المراهقين أو الشباب بالعالم. لم أتوقف كثيرا عند بوب مارلي، يعني سمعته من ضمن المجموعات الكثيرة التي سمعت، وهو أيضا يعني يرمز للكثيرين أيضا إلى التحرر والتعبير عن الخصوصية الجامايكية أو السوداء بشكل عام في العالم. يعني لؤي، أنت قلت لي أنك تعزف أو تقود فرقة الفارابي للموسيقى العربية، وهذه الفرقة تعمل منذ فترة هنا في بريطانيا، ومعروفة لدى البريطانيين ربما أكثر من البلاد العربية. بداية يعني لماذا اخترت اسم الفارابي؟ الفارابي يعني
نسبة لأبو نصر الفارابي الموسيقي أو الفيلسوف العالم المشهور، توفي 950 ودفن في دمشق أيضا. يعني هذا الموسيقي أنا من قرأت له كتاب اسمه كتاب الموسيقى الكبير. الكتاب يعني يعد تحفة الحقيقة بذلك الوقت. يعني الفارابي هو أول من أسس لعلم الموسيقى بمعنى العلم بكتابه الموسيقى الكبير الذي قسم لجزئين، مدخل إلى صناعة الموسيقى وفي أصول الصناعة، تكلم عن الآلات المشهورة، تكلم عن تأليف النغم وطرائق الألحان، تكلم عن الإيقاعات. طيب هل أنت التزمت بكل هذه المبادئ التي وضعها في فرقتك التي حملت هذا الاسم؟ الفرقة يعني أخذنا الاسم من الفارابي، ولكن التوجه هو تخت شرقي، نعمل على الموسيقى الشرقية الكلاسيكية أكثر. الآلات، طبيعة الآلات، العود والناي والبزق والكمان والقانون، آلات التخت الشرقي، ولكن ليس فقط التخت الشرقي، يعني مزج هذا التخت الشرقي بمختلف أنواع الموسيقى ومزجها مع آلات مختلفة أيضا. فهي الفكرة أخذ الاسم والاقتداء بمؤسس العلم. ربما هذا يلهمكم أيضا في أعمالكم. طبعا طبعا، ولكن نعتمد كثيرا على الأعمال الكلاسيكية، وهناك مؤلفات أيضا كتبت لهذا التخت. سوف نستمع إلى المزيد من مؤلفاتك ومن تجاربك الموسيقية أثناء هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا، وبعد موجز الأنباء سنعود إلى حديث الساعة، أو ربما الحديث الأهم بالنسبة لعينة من الناس، وهم من فقدوا شعرهم منذ زمن طويل. ابقوا معنا. بي بي سي إكسترا. بي بي سي إكسترا. What's on this weekend? What's on this week? في أسبوع. بي بي سي إكسترا. في أسبوع. في أسبوع. أرحب بكم مجددا، أنتم في هذه الحلقة مع رضا الماوي، ولازلنا بصحبة ضيفنا الموسيقي السوري لؤي الحناوي. لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان عن كشف علمي جديد، حتى أن هذه الاكتشافات لم يعد يلقي لها الناس بالا في كثير من الأحيان. ولكن مؤخرا أثار تصريح علمي صدر الأسبوع الماضي ردود أفعال واسعة النطاق، بالرغم من أنه لا يتعلق بعلاج مرض مستعصي أو أي شيء من هذا القبيل. الخبر يتعلق باكتشاف الجين المسؤول عن تساقط الشعر، وبناء على ذلك سيعمل العلماء الآن على تطوير مادة من شأنها أن تمنع حدوث الصلع أو حتى تساعد على نمو الشعر من جديد حسب توقعات البعض. امتدت ردود الأفعال إلى بي بي سي العربية، خاصة بين أولئك الذين غاب عن رأسهم الشعر. لنستمع. أنا كتير جربت أدوية وسبق وما لقيت منها أنه أي نتيجة. بالنسبة لهذا الدواء الجديد ممكن أنطر أنه أشوف الأشخاص تاني اللي تجربوا بناء على نتائج ممكن جربوا. لا بكل صراحة حاليا I think أنا تعودت على الشكل هذا، وكل أصحابي كمان تعودوا على هذا الشيء، فلا I prefer أنه أبقى هيك. وأعتقد هو أيضا مشروع، يعني أمر لطيف وأن الواحد يهتم بشكله، ومن حيث المبدأ هي فكرة جميلة، يعني الواحد يستعيد شيء من شعره. يعني أنا لا يهمني هذا الموضوع إطلاقا، من يوم إحنا ولدنا وإحنا نسمع إنه في دواء يغذي الرأس، شعر الرأس، ويمنعه من السقوط، هذا كلام أنا أعتبره كلام خيالي غير قابل للتطبيق، وهو مضيع للوقت الحكي فيه. كل ما أخشى بأن تتحول حاجات الناس الطبية إلى سلعة يتم تداولها في أخبار لجذب الانتباه. أنا أعتقد بأن موضوع الصلع هو موضوع حساس لدى الكثير من الرجال. أنا شخصياً لم أجرب من قبل أي علاج من هذا النوع،
رغم حاجتي كما ترى، ولكن من يدري في المستقبل. أنا طبعا بالنسبة لي إذا هذا الدواء كان متاح بأسعار كويسة وبنتائج مش ضروري تكون 100% مضمونة، بس النتائج اللي فيه أكثر من النص يعني 50% أو أكثر بيكون مغري بالنسبة لي، خصوصا أني من الناس اللي تعرضوا لحادث سيارة وأنا صغير وأنا طفل وترك تشوه بجلدة الرأس عندي. الموضوع ما بيعنيني لا من قريب ولا من بعيد، لأنه اتعودت على نفسي بدون شعر حقيقة، مش ممكن اتخيل نفسي بشعر. فالاختراع عظيم جدا، لكن للي بيحس انه عنده نقص بسبب مشكلة الصلع، مش ممكن اتخيل نفسي وقف قدام المراية وعندي شعر. فحقيقة عندي ولا 1% ميل انه ازرع شعر او حط باروكة او سجادة مثل ما بيسموها. انا مبسوط ومرتاح بالصلع اللي عندي. أرجو أن لا تكون كلمات عبد الحليم حافظ قد جرحت مشاعر بعض من هم يعني ليس لديهم ما يهفف في الريح كما قال. طبعا معنا ضيفنا لؤي الحناوي، ونؤكد لكم بأنه لا يعاني من هذه المشكلة بالمرة، ولكن سوف نطرح الموضوع عليك. هل تعتبر أن من يفكر في مسألة الصلع هل هذا بسبب نظرة الآخرين إليه، أم أن الموضوع متعلق بنظرة الشخص لنفسه؟ والله يعني دائما لطالما سمعنا بتجارب التغلب على الصلع، يعني أنا شخصيا يعني معظم أصدقائي جربوا هذا الموضوع، من زيت شعر الفرس للبصل لجوز الهند، كلها التجارب البيتية جربوها. ولكن يعني متفائل أنا بهذا الاختراع، يعني لأنه سأحدثه قريبا كما يبدو يعني. وأعتقد أنه يعني يجب توزيعه مجانا على كل العاملين بالبي بي سي. فعلا لاحظت أنت، نعم. سيكون أمر جميل. نعم أعتقد أن الموضوع بنظرة الشخص لنفسه، يعني إذا كان هذا الموضوع يعني حتى لو قال الجميع أنت يعني شكلك ممتاز بدون شعر وإحنا نحن لا نلاحظ حتى الفرق، كل هذا لن يحدث فرقا كبيرا لدى من فعلا هو حساس لهذه النقطة. ومعظم الرجال لا يعولون كثيرا على مظهرهم، ولكن متأكد أن هناك أشخاص يعني يهتمون بهذه النقطة كثيرا. هل تهتمون بهذه النقطة مستمعينا؟ يمكنكم أن تتواصلوا معنا على الوسائل التالية. شاركونا في الحوار على فيسبوك على بي بي سي مسافة اكس تي ار اي، أو على تويتر بي بي سي اكس تي ار اي كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر. نحن نطلب عادة من ضيفنا في اكسترا في أسبوع أن يختار أغنية يعني هو يحبها وهي قريبة له. ماذا اخترت لها؟ اخترت أغنية من ألبوم Hour of Two Lights، ساعة لضوئين، لنجم فريق السبيشال تيري هول. فريق السبيشالز كان مشهور كثيرا بالثمانينات، واشتركت بهذا العمل معهم أنا منذ سنوات. تيري هول وهذا العمل ولؤي الحناوي مشترك. لنستمع. To the gates of hell.
إبيلوغ مع تيري هول ومعك أنت لؤي الحناوي، يعني نود أن نعرف كيف التقيت به وكيف جاء هذا التعاون. يعني هذا التعاون كان عملي تحديدا، كان جزء من المشروع، فكعازف يعني التقيت معه من ضمن مجموعة العازفين اللي كانوا موجودين. المشروع هو تعاون بين تيري هول وبروديوسر من كشمير اسمه مشتاق، ويعني هو موضوع الفيوجن، الخلط الموسيقي بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية، فاخترت أنا لأكون جزء من الانسامبل كعازف ناي، وقدمنا مجموعة حفلات هنا، وكان طبعا مفروض أنه يكون في تور عالمي، ولكن أمور مرضية وإلى آخره يعني أوقفت المشروع. المشروع قديم قليلا، يعني الآن هذا صوت السي دي كما سمعتموه ناو، يعني الآن اختار البروديوسر المنتج أو المخرج اختار أن يبقي الآلات كما هي في قالبها الرو، يعني الطبيعي، ولم يستخدموا الكثير من المؤثرات حتى لتنقية الصوت أو للميكسينج والماسترينج، يعني العمليات المزج والإخراج النهائي تماما. فيعني هاي فكرة العمل، كان إنه إبقاء وإعطاء الموضوع على يعني كما كبسيط كما هو. يعني سريعا، يعني عندما نتحدث عن الفيوجن أو المزج بين الألوان الموسيقية الغربية والشرقية وغيرها، يعني أصبحت منتشرة منذ عدة سنوات، أحيانا تفشل وأحيانا تنجح، يعني ما هي وصفة النجاح لهذه النوعية من الموسيقى؟ يعني الفيوجن ميوزك هون بالمملكة المتحدة بيسموها الموسيقى الشعوب World Music. World music ليست تماما فقط fusion music. أعتقد أن العامل الشعبي مهم جدا. يعني الموسيقى الشعبية أساسا هي جزء من معظم أنواع الموسيقى، من الموسيقى الكلاسيكية في الكنائس الهامز، موسيقى البلوز والكونتري ميوزك، و حتى موسيقى الجاز، يعني كلها تعتمد على الفولك ميوزيك، الموسيقى الشعبية التي كانت تلقائية في بداياتها، ثم بعد ذلك تطورت إلى شكل يعني أكثر علميا جاز التعبير. يعني الشكل تطور، ولكن المضمون دائما كان متفوق، يعني الموسيقى الشعبية دائما يسبق الواقع الاجتماعي، كان يعني يشده وينهض به. كان مثلا عندما يغني أحدهم أخليك الليلة عندنا والليلة ليلة تحبنا، وإن كانك خايفة من البابا، البابا عاشق قبلنا، يعني هذا الكلام في مكان لا يستطيع رجل وامرأة أن يتكلموا في الشارع، هو أكيد يسبق
وينهض بالواقع الاجتماعي، وأيضا حتى على صعيد المواطنة والغربة وكل هذا، حتى الجماليات المذهلة بالموسيقى الشعبية، كل هذا يجعله جزء أساسي من الفيوجن ميوزك ويجعله قابل للنجاح. إذن هل ترى أن من يود أن يصنع هذه النوعية من الموسيقى يجب أن يتعمق في معانيها وفي تاريخها قبل أن يبدأ بتناولها؟ يعني هناك الكثيرون من يعملون في هذا المجال بطريقة الحقيقة بسيطة جدا. يعني الآن بالتقنيات الحديثة أي شخص بإمكانه أن ينتج ألبوم في البيت، يعني وأنه اقطع هذا المقطع وألصقه بالسامبلينج، يعني بالسامبلينج تمام. تأخذ عينات من هنا ومن هناك وتمزجها عن طريق الكمبيوتر تماما. هذا الجانب التجاري من الموضوع، ولكن العمق يعني الموسيقيون الحقيقيون يعني يتصرفون بشكل مختلف. ولا يزال معنا طبعا ضيفنا في بي بي سي اكسترا في اسبوع لؤي الحناوي. لؤي، انت يعني اخترت لنا عدة موضوعات من صحافة هذا الاسبوع. نعم، لفت نظري هذا مجموعة مقالات. سأبدأ من القدس العربي، فهناك موضوع عن تونس. النهضة تعارض اعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع في الدستور. يعني أولا أود أن أهنئ التونسيين على اكتمال المرحلة الأصعب من ثورتهم. يعني عودة النهضة بعدما اطلعت على تجارب العالم المختلفة في الديمقراطية وتأقلم الإسلام السياسي بشكل عام بما يجري في تونس والتوصل لهذه النتيجة، يعني أمر جميل جدا الحقيقة. ولا يزال محل خلاف بين الكثيرين في تونس. يعني الاختلاف سيستمر ولن ينتهي يعني، ولكن اختيار رئيس علماني ومجلس شعب من الإسلام، يعني هذا التوافق وهذه التركيبة كبداية يعني شيء واعد حقيقة بديمقراطية. بالمناسبة سوف نعود إلى تونس في بي بي سي إكسترا في الساعة الثانية من حلقة اليوم، وسوف نرى الوجه الذي يعتبر غير إيجابي بالمرة من هذا التحول، وهو صعود الطيارات السلفية المتطرفة التي يخشى منها الكثيرون في تونس. ولكن يعني نبقى مع استعراضك لصحف اليوم. تمام. الموضوع الثاني من جريدة اليوم السابع. حملة أبو إسماعيل تسيطر على القاهرة، يعني وتنشر الصحيفة في عددها الصادر صباح السبت تفاصيل الانتخابات وحملة حازم أبو إسماعيل. يعني هنا أود أن أقول أن يعني إقامة نصف ثورة أو ثورة غير مكتملة بمصر أدى لتهميش فئة كبيرة يعني من مكونات الشعب المصري موجودة ودورها حقيقي وفاعل كان بقوة في بداية الحراك السلمي. يعني أي فئة تقصد تحديدا؟ أقصد الفئة التي لا تنتمي إلى الإسلام السياسي، فئة العلمانيين وفئة الليبراليين كما يطلق عليهم. والفئة التي تطالب بدولة مدنية. يعني الآن مجلس الشعب ومجلس الشورى والحكومة القادمة ممكن أن تكون من الإسلام السياسي، وحتى رئيس الجمهورية يعني حازم أبو إسماعيل يبدو أنه متفوق على عمر موسى، لا أعرف ولكن أعتقد يعني من المبكر، ولكن هناك مؤشرات فعلا تشير إلى ذلك. نعم، فلا أعرف يعني من سيحاسب من. يعني المفارقة هنا أنك تهنئ التونسيين لذلك التوازن الذي تتحدث عنه، وفي نفس الوقت ترى أن صعود الإسلاميين في مصر هو شيء غير محمود. نعم، لأن لا يوجد توازن على الإطلاق، يعني تم تهميش هذه الفئة الليبرالية بشكل تام، يعني بينما في تونس المنصف المرزوقي يعني تاريخه العلماني والحقوقي معروف. هاي الفرق يعني لم يتم تهميش أي جهة بتونس.
طبعا والايام يعني محمله بالكثير من الاحداث، يعني هذا ليس تنجيما ولكنه توقع يعني يعتبر في محله حسب ما راينا حتى الان. ننتقل الى الموسيقى، الى موسيقاك مره اخرى. سوف نستمع الى قطعه من الموسيقى او الاوبراليه ومن اوبرا لا ترافياتا الشهيره لطبعا الموسيقي المؤلف الاوبرالي جيوسيبي فيردي، وانت تعزف الناي على صوت ماريا تاماري، وهذه القطعه تدعى اديو ديل باساتو. أنا لست خبيرا طبعا في الموسيقى الأوبرالية، ولكن صوت الناي هنا بدا مناسبا إلى شكل إلى حد كبير، ربما لأن هناك أدوات نفخ تستخدم في الموسيقى النابوليتانية في إيطاليا، لذلك ربما لم تظهر أو لم تبدو آلة الناي الشرقية غريبة على هذا اللحن. هل أنا مخطئ؟ نعم، الحقيقة هناك تجارب كثيرة ما بين الناي والسوبرانو. هذه التجربة تحديدا هي حفلة بالكادكين هول، الصالة الشهيرة بلندن. الحفلة كانت تحت عنوان Eastern Voices Western Echoes. اشترك فيها سينفوني أوركسترا والكثير من الموسيقيين العرب. أريد أن أذكر أن هذه القطعة تحديدا كانت من توزيع المؤلفة اللبنانية بشرة ترك، وشارك بالحفلة عازفة البيانو الأردنية تالا توتنجي، والتنور وعازف القانون باسم الخوري، وعبد السلام الخير المغني. مجموعة من العرب المتنكرين يعني في هذه القطعة الموسيقية، وطبعا ماريا تماري من أصل فلسطيني أيضا. نعم، هي يعني نصف فلسطيني ونصف ياباني، فهذا المزج الشرقي الجميل. نعم، ولكن هي لا تتكلم العربية، فهي يعني تعيش في أعتقد في أمريكا. ويعني كان لنا هذه التجربة في هذه الحفلة، ونحضر لأعمال قادمة إن شاء الله. المزيد من الموسيقى والمزيد من الآراء في هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا في أسبوع مع ضيفنا الموسيقي السوري لؤي الحناوي. أخرجت حلقة اليوم هلا صالح بمساعدة هشام شويش، وكان معكم في الاستوديو رضا الماوي. لا تذهبوا في أي مكان، ابقوا معنا. بي بي سي إكسترا في أسبوع. بالرغم من صغر سنهم، أطفال مراهقون يؤكدون على حقهم في ممارسة العمل السياسي. نحن جيل لن يركع أبدا، بس لما في حد يطلع يقول إن مفيش ثائر عنده 12 سنة، ده شيء غير مقبول على الإطلاق. ونتساءل ما الذي ستجنيه العاصمة البريطانية بعد انتهاء الألعاب الأولمبية. يدركوا جيدا أن الشرق لندن فيه طبقات كثيرة محرومة، هي الآن ستستفيد من كل هذه المشاريع. وفي تونس اليهود قلقون من تهديدات المتطرفين لهم. قالوا حضروا نفسك الحرب، اقتل اليهود، اذبحوا اليهود. احنا كلنا توانسة، الجيل نتاعنا ما يهم حتى حد. كنا احنا أنتم في هذه الحلقة مع رضا الماوي.
أهلا بكم مستمعينا إلى بي بي سي إكسترا في أسبوع، ونرحب بضيفنا الفنان والموسيقي السوري لؤي الحناوي. أهلا بك لؤي في هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا في أسبوع، ولديك الكثير من الموسيقى، ولكن قبل أن نستمع إلى مؤلفاتك وإلى عزفك نود أن نتطرق إلى أحد نشاطاتك هنا في العاصمة البريطانية، وهو ينصب حول مد جسور التفاهم بين الثقافة العربية والغربية، وذلك من خلال منظمة تدعى منظمة تفاهم الثقافية. ما هو هذا المشروع بالضبط؟ نعم، تفاهم.org. تفاهم يعني هي مساحة ثقافية نحاول من خلالها كسر الصورة النمطية المتجذرة يعني في عقول كثيرين من الشرقيين والغربيين. يعني هي محاولة لتقريب وجهات النظر وإبداء صراحة حول مختلف المواضيع الثقافية، يعني مستخدمين أو من خلال الموسيقى والفنون بشكل عام كأداة أو كوسيلة لتحقيق ذلك. كما تعرف هناك صورة نمطية عن العرب عند الغربيين، أما ما يكون فقيرا وتجاوزه دولاب الحضارة وما يعني ما وصلت إليه، أو حتى غني أو صاحب أموال طائرة تصرف في غير محلها، أو متعصب لأفكار معينة ربما متطرف أحيانا. وأيضا العرب يعني يرون بالغربيين، هناك الكثير من الصور النمطية، إما هذا المتفوق الكامل المثالي أو المنحل أخلاقيا، أو بعضهم يراه انتهازي يعني يريد أن يمص دم الشعوب العربية ويستغلها إلى آخره. يعني الحقيقة أن معظم الناس يعني ليس كذلك يعني. طب ولكن يعني أين يأتي دور الموسيقى في 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 هذا المشروع؟ هنا من هنا جاء تفاهم. يعني تفاهم هو هذا البلاتفورم، هذه المساحة. التقيت بمؤلف موسيقي وقائد أوركسترا شهير اسمه بنيامين ألين عام 2007، ومن خلال معرفتي فيه وتقاربنا كأصدقاء اتضحت لنا هذه الفكرة أن ممكن أن نعمل على هذا المشروع لتقريب وجهات النظر من خلال الموسيقى والخلط الموسيقيين وخلط أنواع الموسيقى مع بعضها. طيب دعني أستوقفك هنا وأقرأ لك رسالة وصلتنا على فيسبوك من شعبان صالح، وهي موجهة إليك في الحقيقة. يقول فيها: هل يوجد بالأساس مساحة للتفاهم بين الغرب والعرب، وهل توجد نوايا صادقة لذلك من الطرفين؟ إذا مسألة عدم الثقة في نوايا الآخر، ربما هذه نقطة يتم دائما العودة إليها عندما نتحدث عن حوار الثقافات. نعم، يعني لهذا المشروع اسمه تفاهم وليس موافقة. يعني يجب أن تتفهم وتفهم ما أريد أن أقول، ويعني لا 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 أريدك أن توافق تماما لطرحي، ولكن تبادل هذه المساحة لتبادل الأفكار والتجارب، هذا الهدف الأساسي، يعني محاولة يعني التقارب والتفاهم. وقد نتج عن تلك التجربة يعني أعمالا موسيقية، منها ما سوف نستمع إليه الآن، وكونشيرتو ناي بصحبة أوركسترا سيمفونية. لنستمع. يعني استمعنا إلى عزفك مع أوركسترا سيمفوني
يعني كيف يمكن أن نضع هذه الموسيقى في سياق رسالة تدعو إلى تقارب بين ثقافات مختلفة؟ يعني هي مجرد بالنسبة للكثيرين مجرد موسيقى. نعم لا شك يعني، ولكن استخدام الموسيقى أو الفنون بشكل عام كأداة للتقارب، هذه فكرة أو الهدف من تفاعل. طب يعني هل يعني أن هذه الموسيقى يصاحبها مثلا خطاب معين لتوصيل الفكرة المنشودة من هذه ليس المنطقة؟ خطاب تماما، ولكن يصاحبها ورشات عمل وتقارب بين الموسيقيين، تبادل أفكار، يصاحبها تورز يعني جولات موسيقية يمكنهم تبادل المشاريع وتبادل الأفكار وتبادل كل التجارب. يعني هذا الخلط ليعرف المساحة الغير نمطية الثالثة إذا صح التعبير، يعني عند الشرقيين والغربيين. هنا كان تخت شرقي وسيمفوني أوركسترا، وهم يعني هناك كثير من العازفين الكلاسيكيين لم يسمعوا بآلات العربية إطلاقا، وكذلك هناك الكثير من الموسيقيين العرب لم يعملوا بحياتهم مع أوركسترات. فهذا برضو التقارب من خلال الموسيقى يعني يكسر هذه النمطية باعتقادي. سنواصل الحديث عن هذه التجربة، ولكن ننتقل الآن إلى إحدى الفقرات التي استمعنا إليها في بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع، وتتعلق بتسييس الأطفال. فقد دعت منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر لإنهاء كل التحقيقات والمحاكمات التي تجرى للأطفال الذين يشاركون في الحياة السياسية، وهذه المحاكمات تجرى أمام المحاكم العسكرية. فعلى مدار العام الماضي تم تحقيق مع ما لا يقل عن 43 طفلا، وكان وزير التربية والتعليم المصري قد أصدر تعليمات للمدارس بعدم انخراط التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في العمل السياسي لما له من أثر سلبي ونفسي عليهم حسب قوله. ومشاركة الأطفال في الحياة السياسية قد انتشرت حقيقة بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية التي تشهد انتفاضات شعبية. نانسي النقيب تستعرض في التقرير التالي بعضا من مشاركات هؤلاء الأطفال. هل حد يقدر يقول لي ان الشاب او طفل لسنه 12 سنه ده سائر؟ الم تروا على التلفزيون وهو يلقي الطوب على مجلس الوزراء ومجلس الشعب؟ هل ده سائر؟ السائر هو من عانى، السائر هو من عاش في الاستبداد، السائر هو من عطل ولم يجد له عمل، هل هو لا سوار؟ هذا السؤال طرحه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في احدى جلسات البرلمان المصري مؤخرا، بعد أن أصبحت مشاركة الأطفال في الحياة السياسية مشهداً معتاداً في الشارع المصري. وبالطبع لاقى تساؤله الكثير من الإجابات من الكبار ومن الأطفال أنفسهم، مثل علي هشام الطالب في المرحلة الإعدادية. أنا شايف كده يعني إن احنا جيل لن يركع أبداً، بس لما في حد يطلع يقول إن مفيش ثائر عنده 12 سنة يبقى أولاً ما ينفعش أو لا يجوز إن حد حط إيده في إيد حسني مبارك المخلوع أو اتعامل معاه أيا كان إمتى إن هو يقيم مين ثائر ومين مش ثائر، ده شيء غير مقبول على الإطلاق. رد علي جاء ضمن برنامج آخر كلام الذي يذاع على قناة أون تي في ونشر على موقع يوتيوب، حيث المئات من المقاطع المصورة التي تبين صغارا أخذوا على عاتقهم مسؤولية سياسية لتغيير وضع من أجل مستقبلهم. وبالطبع كتبت تعليقات كثيرة على هذه المقاطع، منها ما يثني على شجاعة شباب الغد، ومنها ما يستنكر استخدام الأطفال كسلاح لإيصال رسائل معينة. والأنظمة عميلة الجيش الحر للدفاع عن أهلنا، وذلك بعد عجز العالم كله عن حمايتهم أو مد يد المساعدة لهم. هذا المقطع لمجموعة من الأطفال السوريين يرتدون لباسا عسكريا ويحملون أسلحة، بعضها حقيقي وبعضها مزيف، وأخذت أكبرهم سنا مسؤولية إلقاء هذا الخطاب. طفولتنا التي استباحها جيش الأسد الوحشي، حملنا السلاح للدفاع عن أهلنا وأنفسنا ونقول النظام الطاغي بشار ألم تشبع من دمائنا. لكن مشاركة الأطفال في العمل السياسي لا تشترط سنا معينا، فقد تبدأ في سن صغير جدا يصل لعامين. استمعوا لعمر وهو الملقب على يوتيوب بأصغر ثائر سوري. الشعب سوري
تنص اتفاقية حقوق الطفل على حقه في حرية الرأي والتعبير، وقد شارك الكثير من الأطفال في المظاهرات المناهضة لبعض الأنظمة العربية مؤخراً، أمر أثار قلق الكثير من الآباء، لكنهم لم يجدوا بداً من مصارحة أبنائهم بحقيقة الوضع في بلادهم، وذلك بغض النظر عن أعمارهم. لنستمع إلى تجربة محمد وهو أب لطفلين. طبعاً استحالة على فكرة إن الطفل ما بيشوفش اللي حواليه، ما بيشوفش جرنان، ما بيشوفش التلفزيون، يعني استحالة على فكرة إن أنا أقوله لا يجي يتفرج معايا على الفيلم في أي قناة أفلام، ويجي وقت النشر أتفرج عليه أقوله لا معلش أنت صغير على الحاجات دي ما تعرفهاش دلوقتي، يبقى ما درسلوش تاريخ لغاية ما يدخل الجامعة بقى. أشارت الكثير من التقارير إلى تعرض العديد من الأطفال المشاركين في المظاهرات إلى مخاطر بالغة، كما أن مشاهد العنف والقتل غالباً ما تنعكس سلباً على تصرفات الأطفال وسلوكياتهم وصحتهم النفسية فيما بعد بحسب بعض الخبراء. إلا أن الكثير من الأسر لم تعد تهتم كما يبدو بمسألة تجنيب أطفالها المشاركة في الأنشطة السياسية، لأن هذه الأحداث والأخبار أصبحت واقعاً يعيشون فيه، ولا مفر منه برأيهم إلا بالتفاعل معه. عمل الأطفال في السياسة ووعي الأطفال بما يدور حولهم من أحداث سياسية. في تقرير نانسي النقيب وصلتنا رسالة من محمود عبد الرحمن يقول فيها: أطفال اليوم هم رجال الغد، فلما لا يشاركون في مناقشة مستقبلهم؟ فهم الوحيدون الذين يعرفون كيف يريدون أن يكون مستقبلهم. هل تتفق مع هذا الطرح لؤي؟ والله بالبداية أود أن أقول أن جمال الجنزوري هنا يعني هنا هو يستخدم يعني موضوع الأطفال لإثبات نقطة أمام البرلمان. يعني لا أتفق مع استخدام الأطفال بأي عمل سياسي مهما كان. هنا لابد أن نحدد مفهوم الطفل. يعني حسب مكتب الطفل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أي شخص تحت 18 هو طفل. يعني ليس المفهوم العربي انه حتى 6-7 سنوات وبعدين مرحلة الولد والبنت. يعني هذا مفهوم لازمه له تصحيح. يعني الطفل تحت 18 وهو انسان كامل ليس ناقص، هو ليس sub person، هو كامل ولديه يعني حقوق الطفل، يعني من التعليم المجاني والرعاية الصحية والنفسية وحقوق العلاج وحقوق السلامة البدنية، كل هذه من حقوق الطفل. يعني تم إدخال وإقحام الأطفال الحقيقة بالانتفاضات. يعني أنا أذكر بالحراك يعني السلمي بسوريا. ما رأيك في ذلك المقطع الذي استمعنا فيه إلى مجموعة من الأطفال يقولون أنهم انضموا إلى المعارضة وسوف يحملون السلاح وما إلى غير ذلك؟ يعني لا شك أنه بالانتفاضة بسوريا استخدم الأطفال منذ البداية الحقيقة لإثارة المشاعر، وأذكر ذلك اللقاء مع أحد الأطفال في المشفى. و من أي جهة تعتقد يعني من بدأ هذا التسييس أو هذا الاستخدام؟ يعني من كل الجهات الحقيقة، حتى النظام بسوريا. يعني لما يعني يتهاون في قتل عدد كبير من الأطفال، يعني والحقيقة مشهد الأطفال يعني مدمي للقلب الحقيقة إذا بتشوف الصور. طبعا يعني هذا حسب تصورك أنت للأحداث أو لما يجري في سوريا طبيعة الحال. طبعا هذا رأيي، ولكن يعني هذه الحقيقة. يعني الحقيقة كل الأطراف استخدمت الأطفال، وأعتقد أن إقحام الأطفال يعني بالعمل السياسي هو ظلم لهم، إقحامهم في غمرة هذه الأحداث. بالنسبة للأطفال الذين يسعون إلى تفهم الأوضاع، إلى فهم ما يحدث على الساحة السياسية، هل تعتقد أن هذا أيضا فيه يعني ظلم لهم؟ يعني يمكن شرح الموقف بصراحة لهم، يعني بما يتعلق بسنهم ومداركهم. يعني هم ولكن هم معظم الأطفال غير ناضجين لاستقبال معظم ما يعرض على من مشاهد عنف وقتل. يعني هذا ينعكس على صحتهم النفسية وتطورهم الذهني بالمستقبل. ف يعني يمكن شرح الموضوع
بما يتناسب مع سنهم. هنا في الغرب يعني هناك برامج سنية معينة ما تستطيع رؤيته وما ما يمنع عنك أن تراه، يعني والموضوع مراقب من قبل الأهل، ويعني أعتقد أن لا يجب إقحام الأطفال أبدا بأي فكرة سياسية. طيب باختصار شديد، وإن كان ذلك بناء على رغبتهم هم، هل نتركهم؟ يمكن توجيههم يعني، ولكن لا أعرف ما يعني، يجب شرح الموقف لهم ويجب إعطاء أجوبة مناسبة، ولكن لا يجب إقحامهم بأي فكرة سياسية أو حتى دينية يعني من وجهة نظري. ونطرح هذه التساؤلات وهذا الموضوع على مستمعينا أيضا، يمكنهم أن يتواصلوا معنا على الطرق التالية. شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر. ونعود إلى ضيفنا في حلقتنا BBC إكسترا في أسبوع الموسيقي السوري لؤي الحناوي. لؤي، أنت يعني كما عرفنا لا يقتصر عملك فقط على التأليف الموسيقي وعلى العزف، بل هناك كما استمعنا مشروع للتقارب بين الثقافات، وهناك أيضا مشروع تعليمي. نعم، هو ديوان فاونديشن، مؤسسة ديوان، يعني هي مؤسسة ثقافية ذات طابع تعليمي، أشترك بإدارتها مع الفنانة اللبنانية عليا الزعبي. نقوم من خلالها بتنظيم ورشات عمل وعروض يعني لها علاقة بالموسيقى أو بفن الحكاية الشعبية ستوري تيلينج. طب ورشات عمل بين من؟ الورشات تكون منظمة في متاحف المملكة المتحدة، مختلف المتاحف يعني. مؤخرا نظمنا أسبوع كامل في المتحف البريطاني، قمنا بإعطاء ورشات عمل للأطفال من لندن ومن يعني من ثقافات ما مختلفة. هي الفئة التي تجتذبها هذه النوعية من النشاطات هنا في المجتمع البريطاني؟ كل الفئات، ولكن هناك ناس يريدون الدخول إلى الثقافة العربية من خلال الموسيقى، وهناك يعني أناس يأتون ليتعلموا تحديدا أشياء معينة في ديوان فاونديشن. سوف نتحدث عن هذا المشروع بعد موجز لأهم وآخر الأخبار. BBC Extra. What's on this weekend? What's on this weekend? BBC Extra. في أسبوع. في أسبوع. نعم بالفعل تستمعون إلى BBC Extra في أسبوع. أنتم مع رضا الماوي، ونرحب طبعا بضيفنا لؤي الحناوي الموسيقي السوري المقيم هنا في بريطانيا. كنا نتحدث عن مشروعك منظمة أو مؤسسة ديوان التعليمية، والتي من خلالها البريطانيون أو الغربيون أو من هم من غير العرب يتعرفون على الموسيقى العربية من خلال برامج مختلفة. يعني ماذا تعلمت من البريطانيين أو عن البريطانيين بمعنى أصح من خلال ذلك التعاون؟ والله دائما التعلم دائما موجود، يعني التعلم متبادل. نحن نقوم بتنظيم إيفنتس، يعني مشاريع فعاليات مع للجالية العربية أحيانا وللإنجليز أو البريطانيين. أيضا نقوم بالتعاون مع معظم الفنانين العرب المقيمين الذين يبدون استعداد العمل يعني في أحداث ثقافية نقيمها. يعني التجربة دائما تعلم، وما زلنا يعني مصرين على أن الاحتكاك والعمل هو الأجدى دائما. كنا نتحدث عن حوار الثقافات منذ لحظة، يعني وهذه كلمة تستخدم كثيرا، ويعني هذه التجارب تكون ناجحة في كثير من الأحيان وقد لا تكون ذلك في بعضها، ولكنك قمت بتجربة فريدة وهي مزج آلات النفخ المختلفة من ثلاث بقاع من العالم: آلة الناي العربية وآلة البنصوري.
الهندية والشاكا هاتشي اليابانية، يعني كيف مزج بين هذه الموسيقات؟ نعم، هو يعني حقيقة هذا المشروع لم يتواصل كثيرا، كان يعني لقائي مع عازف البنصور الهندي أليكس تيمور هاوسنيو وعازف الشاكاهاتشي الياباني كليف بيل، وكان يعني تكلمنا على إمكانية أن نكتب شيء لهذه الآلات الثلاثة المتشابهة بصوتها ولكن المختلفة بتقنياتها، فتوصلنا لهذا المشروع وأسميناه ترانس جلوبال بامبو أوركسترا. لنستمع إليه. ثلاث آلات نفخ عريقة تغازل بعضها البعض من المنطقة العربية، من اليابان ومن شبه القارة الهندية. طبعا يعني هذه الآلات ربما تتشابه كثيرا في صوتها كما قلت، ولكن تقنياتها تختلف إلى حد كبير. كيف؟ نعم، يعني الآلات كلها مصنوعة من أنواع البامبو أو القصب، يعني الريد كما يسمى بالإنجليزية. طريقة العزف على الآلات الثلاث مختلفة تماما. طريقة العزف على البنصوري أقرب للفلوت، والشاكاهاتشي بطريقة مختلفة أيضا، وأيضا المساحة الصوتية وكيفية العزف يعني مختلفة تماما. الصحافة التي طلعت عليها اليوم شملت عدة موضوعات لؤي. هناك موضوع طبعا متعلق بالموسيقى وهو حول مسابقة عرب أيدول التي أثرت الكثير من الجدل حقيقة، يعني فيما يخص النتائج. هناك من تحدث عن المبالغ التي دفعت في التصويت من خلال الهواتف النقالة. نعم، الحقيقة الرأي جريدة الرأي طرحت أنه كارمن سليمان الفائزة بعرب آيدل يعني الشعب العربي توجها. وأنا هنا أريد أن أستحضر مدونة لرولا إبراهيم تكلمت فيها عن المبالغ الطائلة التي صرفت على هذا البرنامج التي كان يجب صرفها في مكان مجدي أكثر. يعني الآن سوف ننتقل إلى الأغنية التي اخترتها لنا اليوم، ولكن بعد أن نستمع إلى وسائل الاتصال معنا. شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر. هناك موضوع آخر أيضا استوقفك في صحافة اليوم لؤي، وهو يتعلق بما يحدث في سوريا. نعم، هو موضوع على الاندبندن، يعني متعلق بالأطفال ويعني قتل الأطفال بسوريا. الحقيقة يعني 450 طفل قتلوا، المشهد مدمي الحقيقة، يدمي القلوب يعني. ويعني أعتقد أن سوريا تستحق مجتمع مدني يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعني لا عسكري ولا ديني، مجتمع مدني يعني يصنع به دستور وتكون حقوق الإنسان وواجباتهم يعني هي هم جميع السوريين.
الآن إلى الأغنية العربية التي اخترتها لحلقة اليوم. إذن كانت هذه أغنية مكان لناتاشا أطلس، وكما ربما خمنتم مستمعينا، الناي الذي يصاحب ناتاشا أطلس الفنانة المعروفة هنا في بريطانيا وفي أوروبا كان من عزفك أنت. نعم هذا صحيح. طبعا القطعة من تأليف الموسيقي المصري سامي بشاي، اشتراك مع ناتاشا أطلس في التأليف، وهي كانت دعوة للحراك السلمي والنهضة الحقيقة قبل بدء الثورات العربية والربيع العربي. يعني من هنا تأتي قيمة هذه الأغنية. طبعا يعني قبل أن نختم حلقة اليوم نود أن نعرف ما هي المشروعات التي تعمل عليها في الفترة الحالية. نعم نحضر لعمل برامز، بي بي سي برامز الحقيقة مع أوركسترا سيمفوني، المسابقة السنوية للموسيقى الكلاسيكية التي تعقد في صيف كل عام. تماما نحضر لعمل ب 2013، وحاليا أنا ببروفات مع العازف الجيتار الشهير إخوان مارتين، عازف الفلامينغو الشهير، نحضر لتور في بريطانيا، وأعمال لفرقة الفرابي، وأيضا أشترك مع فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية ببعض. هل تعمل على هذه المشروعات بالتوازي أم بالتتالي، أي يعني كل مشروع على حدة أو واحد بعد الآخر؟ يعني ما بين تفاهم وديوان والاشتراك بمشروعات الآخرين عم حاول وزع الوقت. يعني الموضوع ليس سهل، ولكن يعني متواصلون. نشكر جزيلا، شكرا جزيلا لضيفنا في حلقة اليوم الفنان والموسيقي السوري المقيم في بريطانيا لؤي الحناوي، وسعدنا أيضا بالاستماع والاستمتاع إلى الموسيقى التي قمت بتأليفها وعزفها والتي استمعنا إلى بعض منها. حان الآن مستمعون موعدنا مع الموسيقى الغربية واستعراضنا الاسطوانات والاغنيات المنفردة التي صدرت هذا الاسبوع في بريطانيا. تود ان تقول شيء؟ لا. شكرا. شكرا جزيلا. ونصل بذلك الى نهاية هذه الحلقة من بي بي سي اكسترا في اسبوع. يمكنكم ان تستمعوا الى هذه الحلقة مرة اخرى من خلال الانترنت، وتتعرفوا ايضا على تعليقاتكم انتم مستمعين حول ما ورد فيها، وايضا حول ما ورد على لسان ضيفنا لؤي الحناوي الموسيقار السوري كان ضيفنا في حلقة اليوم. أخرجت هذه الحلقة هالة صالح بمساعدة هشام شويش، وكان معكم في الاستوديو هنا رضا اللاوي. باي باي.